آخر فيديو هنعمله عن الآثار الجانبية للدكسازون والكورتيزون. عملنا فيديوهات كتير واتكلمنا كتير ايه هي آثارها الجانبية، والناس برضو بتسأل طب انا لو اخدته هيحصل ايه. تعالوا اقول لكم هيحصل ايه بالظبط في جسمك او في جسمك لو اخدت الكورتيزون او الدكسازون عشان تزيد. خلونا نتفق ان الدكسازون ده عبارة عن بيور كورتيزون، هو بيعمل ايه؟ بيفتح الشهية وبالتالي بتاكله فترة كبيرة وبتزيده في الوزن. مش بس كده، كان هو بيلخبط الكيمياء اللي بين البوتاسيوم والصوديوم وبالتالي بيحبس المية جوه الجسم، يعني بينفخ. اللي بيحصل ده ممكن تلاقوا المنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي هو وش منفوخ، ده مش تخين، بالعكس ده منفوخ. الكورتيزون او الدكسازون اللي بيحبس السوائل جوه الجسم ده اثاره الجانبيه ايه؟ حبس السوائل جوه الجسم ده بيعمل ارتفاع في ضغط الدم، يعني انت لو ما عندكش ضغط دم ممكن يتصاب بارتفاع ضغط الدم، لو انت مريض ضغط هيزيد الضغط عندك. بس كده كمان، ده الدكسازون بيخليك اكتر عرضه للاصابه بمرض السكر من النوع الثاني، وبيرفع نسبة السكر للناس اللي عندها سكر، زود نسبة الإصابة بهشاشة العظام، وبيعمل حاجة مهمة جدا ان هو بيرفع انسولين الدم، ودي نقطة مهمة جدا. بيحصل ايه لما انسولين الدم يترفع؟ بتبقى اكتر عرضة السيدات او البنات لعدم انتظام الدورة الشهرية، اكتر عرضة لان يحصل لهم ظهور حبوب في الوجه وظهور شعر في الاماكن غير مرغوب فيها. يعني الكورتيزون عشان تزودي وزنك هتبوظي حاجات كتيرة جدا، هتبخبطي الدنيا. والادهم الوزن اللي بتزيديه ده مية محبوسة جوه جسمك، يعني اول ما تبطلي الدكسازون او الكورتيزون هيبدأ المية دي تنزل تدريجيا، خلال 6 شهور بالظبط هترجع لي الوزن اللي انت كنت عليه قبل ما تبدأ العلاج ده. نهاية كده، الكورتيزون او الدكسازون هيزودك زيادة وهمية، بالعكس هتطلع منه نفس الوزن اللي انت كنت فيه، وممكن تكون عندك امراض كتيره جدا زي الضغط، السكر، هشاشه العظام، وحاجات كتيره جدا. اخر فيديو هنعمله مش هنتكلم تاني على الدكسازون، يا رب يكون الرساله وصلت.